أنا سيكا فلسطيني عايش في تركيا مقيم، وعندي مطعم صغير يحتوي جميع الناس وجميع الجنسيات. كنت أدرس في مصر، فمن باب المداعبة كان يقولوا مثلا لمحمود حودة لمصطفى فوقش. فأنا في يوم من الأيام سألتهم، أنا اسمي الحقيقة عبد الله عزم السلامة، فسألتهم إيش يعني عبد الله، فواحد نط فيهم قال السيكا. ففعليا لما نزل برنامج السناب شات سجلت اسمي السيكا، وفعلا الحمد لله انشهر هذا الاسم، واسمنا عربيا وعالميا وخليليا بالزي. من وسط اسطنبول من شارع الاستقلال، مطعم القدس الشريف السيكا للفلسطينيين اللي فعلا بيعملوا المعجزات والانجازات في كل مكان وكل موقع. انا فعليا بفخر في كل انسان بزور مطعمي، بفخر في كل انسان دائما بيرفع علم بلده واسم بلده دائما عالي، وبنتشرف في كل انسان بيكون موجود عندنا وبيدعمنا. واهلا وسهلا بالجميع، شكرا على الدعايه الكبيره سويتوا لنا اياها تلفزيون الفجر، ولاحلى ناس نورتوني وشرفتوني.